بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في الكورس الجديد الذي أسميته الميديكال مايكولوجي. واليوم في أول محاورة حنتكلم على الانترودكشن للميديكال مايكولوجي. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله حنكون سويا نعرف ما هي الجنرال فيتشرز للفنجاي، حنعرف كيف تتكاثر الفنجاي، ثم حنعرف الكلاسيفيكيشن للفنجاي. نبدأ بأول أمر اللي هو ما هي المميزات الأساسية للفطريات. أول موضوع هو المايكولوجي. ما معنى مايكولوجي؟ المايكولوجي هي جاية من كلمة مايكس. المايكس معناها فنجس، ولوجيا معناها to speak or to tell، فبالتالي المعنى الكامل معناها study of fungi أو دراسة الفطريات. هذا معنى علم المايكولوجي. طيب تعالوا الآن نتكلم على الصفات المميزة لهذا العلم أو للفنجاي بشكل عام. أول صفة من صفات الفنجاي أو صفات الفطريات إنها إيوكاريوتيك. ما معنى إيوكاريوتيك؟ إيوكاريوتيك معناها إنها معها ترو نيوكليوس، وبالتالي معها نيوكليير ممبرين يحيط بالجينيتيك ماتيريالز. بمعنى آخر إنه طالما هناك في نيوكليير ممبرين يحيط بالجينيتيك ماتيريالز، إذن الممبرين باوند أورجانيلز كلها موجودة. يعني موجود ميتوكوندريال، موجود الجولجي أباريتس، موجود الاندوبلازميك ريتيكولم، على اعتبار انها اذا خلية معها نيوكليوس ومعها نواة حقيقية، بعكس البكتيريا اللي تكلمنا عليها زمان سميناها بروكاريوتيك، وقلنا يومها ان ما فيش معها نيوكليير ممبرين يحيط بالجينيتيك ماتيريالز. لكن اول صفة للفنجاي انها ايوكاريوتيك، معنى انه الجينيتيك ماتيريالز معها ممبرين يحيط بالجينيتيك ماتيريالز، وبالتالي طالما هناك ممبرين يحيط بالجينيتيك ماتيريالز اذا معها الممبرين باوند اورجانيلز. هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية انه الفطريات او الفنجاي معها سلول. السلول ذا فيه كيتين، والكيتين هو اللي يعطيها صفة الريجيديتي. البكتيريا لو ما تكلمنا على البكتيريا كان معها بيبتايدوجليكان، هنا بدل البيبتايدوجليكان موجود اللي هو الكيتين. الصفة الثالثة في صفة الفنجاي او المميزات الاساسية للفنجاي ان السيتوبلازميك ممبرين هنا في ارجستيرول، بينما في البكتيريا ما كانش فيه خالص استيرويل خالص باستثناء بكتيريا واحدة اللي هي المايكوبلازما، لكن هنا فيها إرجسترول، وهنا إرجسترول استراكشال يونيك للفنجاي. وبالتالي لأن هذا الاستراكشال يونيك للفنجاي، كثير من الأنتي فانجل ايجنتس أو دراجز بتشتغل على الانهيبيشن أو بريفنت الفورميشن أوف إرجسترول. الصفة الثالثة للفطريات هي انها هيتيروتروفيك. ما معنى هيتيروتروفيك؟ الفطريات تفتقر الى الكلوروفيل، وبالتالي لانها تفتقر الى الكلوروفيل ما تقدر تصنع غذائها بنفسها، ومن هنا تروح تعتمد على المواد العضويه، وبالتالي نجدها موجوده في الخضروات، موجوده في الفواكه، تنمو عليها، تنمو على المعلبات، وبالتالي معها صفه مميزه لها انها الفطريات تروح تقوم تعمل سكريشن للاكسترا سيلولار انزايم. فلو ما تعمل سكريشن للاكسترا سيلولار انزايم، تقوم هذه الانزيمات بتفتيت الطعام وبتفتيت الاكل عشان يسهل امتصاصه. اذا هي هيتيروتروفيك بشكل حقيقي، بعكس البكتيريا كان فيها اوتوتروفيك وفيها هيتيروتروفيك. الصفه الخامسه، ما في اوبليجيت انيروبز في الفنجاي خالص، بعكس البكتيريا في معنا كان اوبليجيت انيروبز، معنا كولستريديوم، معنا البكترويدز، معنا تريبانوما، هنا ما في معها خالص الاوبليجيت انيروبز، وبالتالي ما فيش اي اوبليجيت، وبالتالي كلها ايروبيك. الصفه السابعه السادسه للفنجاي انها بتجرو از مالتي سيلولر. يعني هنا خلية وجنبها خلية وخلية وخلية وخلية، هذا النمو بشكل مالتي سيلولر نسميه هايفي، أو يسموه مولد، أو يسموه برانشينج جروث. إذا صفة مميزة بعض الفطريات لو ما تنمو تنمو بشكل الهايفي. ما معنى هايفي؟ إن في مالتي سيلولر
مالتي سيلولر يعني خلايا متعددة بيكون النمو على هيئة خلايا خلية جنب خلية جنب خلية فيكونوا هايفي أو يكونوا حاجة بنسميها البرانشينج جروث. في نقطة مهمة، الفرق بعضهم نكتب المولد باليو وبعضهم بدون يو، فهذه فقط الأمريكان يكتبوه بدون يو والبريطانيين يكتبوه باليو. الصفة السابعة التي بعدها أنه هناك في حاجة بنسميها لما تتداخل الهايفي مع بعضها البعض، هايفي فوق هايفي فوق هايفي فوق هايفي، هذا نسميه مايسيليوم. إذا ما معنى مايسيليوم؟ مايسيليوم معناها تدخلت الهايفي أو تداخل الهايفي بعضها فوق بعض. الصفة الثامنة أنه احنا اتفقنا الآن أنه في صفة للفطريات أنه some fungi بتنمو as multicellular اللي هي الهايفي، وفي فطريات بتنمو فقط يونيسيلولر زي اليست، وبالتالي اليست لما ننميها على الطبق بتطلع كولونيز لأنها بتنمو كخلية واحدة فقط وليست زي المولد. وبالتالي إذا المولد معناها أنه هايفي، معناها أنها ملتي سيلولر، لكن اليست بتكون يونيسيلولر فقط. الصفة التي بعدها وهي صفة مهمة من صفات الفانجاي إنها some fungi have a fluorescent، يعني الفطر عنده قدرة انه معاها الفلوريسنت، فلو ما يتعرض للالترا فايلوت ريز بيعطينا وميض او يعطي عملية الفلوريسنت، ولذلك في حاجة يستخدموها في التشخيص وحنتناولها في التشخيص يسموها الودز لامب اكزامينيشن. يروحوا مثلا يعرضوا الالترا فايلوت ريز للاصابة الفطرية، فالأورجانيزم أو الفطر إذا هو بيعطي فلوريسنت حيعطي وميض بشكل واضح ونشوفه بشكل نقول عليه هذا فلوريسنت. إذن هذه صفة من صفات كمان الفانجاي. طيب الآن عاوزين نتفق من خلال الكلام اللي قلناه كيف نقارن بين الفانجاي وبين البكتيريا. نقارن بينهم كالآتي: كنيوكليس، الفانجاي بالتأكيد إيوكاريوتيك لكن البكتيريا بروكاريوتيك. الفانجاي معها الفيوتشر ممبرين باوند أورجانيلز، بالتأكيد الفنجاي لأن معها نيوكلير ممبرين فبالتالي معها ممبرين باوند أورجانيلز، لكن البروكاريوتكس ما معهاش النيوكلير ممبرين فبالتالي الممبرين باوند أورجانيلز غائبة. الصفة التي بعدها سايز، بالتأكيد الفنجاي تكون لارجر كبيرة بينما البروكاريوتك حتكون صغيرة. الصفة التي بعدها السيل وول، السيل وول في الفنجاي قلنا يتركب من مادة اسمها الكيتين لكن في البكتيريا بيتركب من بيبتايدو جليكان. السيل ممبرين في الفنجاي في ارجسترول لكن في البكتيريا ما فيش استرويل خالص بس باستثناء المايكوبلازما. السبورز هنا مهمة جدا في الفنجاي، في معنى السبورز أساسا فور ريبليكيشن، وهذه نقطة في منتهى الأهمية إنه السبورز في الفنجاي أساسا عشان تعمل ريبرودكشن، بينما في البكتيريا فقط فور سيرفايفل عشان تعيش البكتيريا. واحنا اتفقنا زمان لو ما مثلا الكولستريديوم تيتاني تخرج مثلا في الفيسس من الانيمال حتموت لانها انيروب اوبليجيت انيروبز، فتروح تعمل سبور عشان تحافظ على نفسها. الفطريات لا، السبور اساسي عشان تتكاثر. من ضمن الصفات ايضا الميتابوليزم هنا هيتيروفيليك في الفنجاي، وكمان ما فيش اوبليجيت انيروبز لكن في البكتيريا هيتيروفيليك والاوتوتروفيك، وكمان في معنى ميني اورجانيزم اوبليجيت انيروبز. طيب تعالوا الى المحور الثاني في هذه المحاضره وهو محور مهم جدا اللي هو الريبرودكشن اللي هو التكاثر. اتفقنا ان هنا السبورز اساسي للتكاثر، جزء اساسي ان السبورز يكون موجود عشان يحصل تكاثر، والتكاثر يا يتم سيكشوالي يا اسيكشوالي. سيكشوالي ليس معناها هناك ميل وفيميل، ما في معنى ميل وفيميل خالص. اللي بيحصل في السيكشوالي انه في بيحصل فيوجن وحنعرفها بعد شويه. الاسيكشوالي ما فيش فيوجن، انه فقط الفطر ينمو وتخرج خليه، الخليه دي اللي تخرج اللي هي على هيئه سبور تكون الفطر من جديد وحنعرفها بعد شويه ان شاء الله. طيب تعالوا نتكلم على السيكشوال ريبرودكشن. هذا اللي امامكم الان مايسيليوم، المايسيليوم اللي هو الهايفي. الهايفي ذا عشان يحصل السيكشوال ريبرودكشن تروح خليتين مع بعض يندمجوا، لو ما يندمجوا الخليتين مع بعض نسمي الحاله دي نسميها بلازموجيمي. البلازموجيمي ما معناها
انه النيوكليوس موجود حق الخليتين في السيتوبلازم، بس كل واحده كل خليه لوحدها. بعد كذا حتتجمع الخليتين في نواه واحده نسميه زايجوت، وبالتالي نسميه ديبلويد. الزايجوتس ده الديبلويد حيحصل له الميوزس اللي هي الانقسام الاختزالي، وحتتكون سبورز من نتيجة الانقسام الاختزالي ذا. السبورز اللي حتتكون، كل سبورز حيكون الهايفي اللي طلع منها. فتخيلوا لو معانا هنا مثلا 6 أو 7 سبورز حيكونوا 7 هايفي اللي هم في الأساس. طبعا في الحقيقة احنا بالنسبة للسيكشوال السبورز اللي مشهورة فيه الزايغوسبورز والأسكوسبورز والبسيدوسبورز، لكن حقيقة ما بيهموناش كثير، لأنه المهم في النسبة لنا كميديكال اللي هو الأسيكشوال. فتعالوا نشوف ما هو الأسيكشوال الريبرودكشن. الأسيكشوال بيسموه كذا، بيسموه imperfect fungi، يعني الفطريات الناقصة. ليش يسموها imperfect fungi؟ لأنه فقط تتكاثر asexual، فقط ما تتكاثر sexual، فلذلك يسموها imperfect fungi. طيب تعالوا عاوزين نعرف كيف بيتم الأسيكشوال reproduction. الأسيكشوال بيتم بالميتوزيس. ولذلك ما معنى ميتوزيس؟ معنى ميتوزيس انه في identical division to the parent cell، انه هذه خلية زي ما انتم شايفين قسمت الى خليتين نفس الخلية الام تماما، كأنها copy paste. طيب تعالوا نوضح اكثر. نوضح بالشكل الاتي، انه تخيلوا مثلا هذا الفطر اللي امامكم اللي هو الهايفي امامكم. الان الهايفي لو ما يحصل له في نهاية الهايفي خلايا بيحصل لها releasing، وهي بمثابة سبور. لكم أن تتصوروا حصل ريليزنج لست سيلز، لست خلايا. لو ما حصل ريليزنج لست خلايا، تخيلوا هذه الست الخلايا كل خلية حتروح حتعمل، لأنها بالميتوزيس كل خلية حتروح تعمل نفس الهايفي، فبالتالي حيحصل هايفي وهايفي 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 وهايفي. إذا 6 هايفي نتجوا عن الست سبورز اللي طلعوا من الميتوزيس. إذا الميتوزيس ما معناها؟ معناها إنه خلية واحدة بتعطي نفس الفطر تماما. تعالوا نوضح هذا الموضوع أكثر. المولز reproduction by conidia. الكونيديا نحن نقول عليها كمان هي السبورز، ونقول عليها asexually. نفس الكلام اللي قلنا انه تنمو الهايفي، وفي نمو الهايفي بتطلع السبورز. السبورز دي يحصل لها ريليزنج. لو ما يحصل لها ريليزنج كل سبور واحدة لانها خلية حتكون نفس الهايفي نفس الفطر. تعالوا كمان نوضح اكثر. الان هذه امامكم الان الهايفي اللي تحتها لي هي عبارة عن هايفي طلع منها، لذلك احنا نسميها كونيديا. طلع من الهايفي هذه الكونيدي فور، ولذلك نقول الكونيديا دي نقول عبارة عن it is an asexual spore producing on a كونيدي فور. اذا الكونيدي فور ذا يطلع وتطلع فوق الكونيديا. الكونيديا لما تطلع فوقه خلاص بتتحول الى سبورز. السبورز دي يحصل لها ريليزنج. كل خلية من السبورز اللي حصل لها ريليزنج حتكون نفس الفطر هذا. لو طلعت 100 خلية 100 سبور حتكون 100 فطر جديد. النقطة المهمة جدا في الكونيديا هنا ان ما فيهاش ساك، يعني ما فيهاش ساك يغطيها. يعني اللي يحصل انه الكونيديا ذي بتطلع على كونيدي فور، الكونيدي فور ذا بتنمو عليه وبتطلع على طول السبور، على طول تخرج منها السبور. طبعا تخرج بفراجمنتيشن او تخرج باذرز. هذا خروج السبورز بدون ساك، ما فيش ساك، فبالتالي كل سبور حيخرج حيكون الفطر من جديد. طيب الكونيديا دي يا معنى مايكرو كونيديا يا ماكرو كونيديا. المايكرو كونيديا معناها انها فعلا سمول، يعني عباره عن سبورز لكنه سمول سبورز. لكن الماكرو كونيديا عباره عن لارج سبور اللي بنقول عليه ماكرو كونيديا، وحنتكلم عليه الان بالتفصيل. المايكرو كونيديا هي عبارة عن سل واحدة اللي هي سمول يوني سيلولر فانجس سبور، خلية واحدة فقط، والخلية دي بتحتوي لو ما تخرج بتعطي الفطر بالكامل، لأنها خلية تتكاثر وتنمو وينمو معها الفطر. المايكرو كونيديا عبارة عن لارج ومالتي سبتيتد كونيديا، زي ما انتم شايفين في اللي فوق نسميها كلاب شيب.
لكم أن لو تعديناها كم، يعني كم خلايا فيها، 1 2 3 4 إلى 5 خلايا اللي تحت يسموها سبندل شيب، الخلايا اللي فيها، ولذلك سموها ماكروكونيديا لأنها مالتي سبتيتد كونيديا، فيها 1 2 3 4 5 6 إلى حد عملية 6 خلايا في نفس الماكروكونيديا. طيب الآن من ضمن الأشياء اللي بتطلع من الكونيديا اللي هي الكلاميديوسبور. الكلاميديوسبور ما هو الكلاميديوسبور؟ الهايفي وهو بينمو الهايفي، لما ينمو الهايفي بيروح بيأخذ الغذاء في خلية من الخلايا، فيروح يحتجز الغذاء وينمو الغذاء داخل خلية من الخلايا. هذه الخلية بعدها تعمل عملية thick walls عليها، فالthick walls ده قبل ما تنفصل يبان كلاميديوسبور، كأنه كلاميديوسبور، بعدها تنفصل. هذا اللي انفصل كلاميديوسبور حيكون الفطر مرة ثانية. النقطة الثانية اللي هو الأرثروسبورز. الأرثروسبورز هو زي ما قلنا عبارة عن هايفي بتطلع على الكونيديوفور، لما تطلع على الكونيديوفور يحصل ريليزنج أور فريجمنتيشن للهايفي، فريجمنتيشن للسبورز، كل سبورز يحصل له فريجمنتيشن حيكون الفطر. هذه واحدة من أمثال الفريجمنتيشن. هذه مثال آخر للفريجمنتيشن، أنه يطلع في الهايفي وبعدين يحصل له فريجمنت. كمان هذا مثال آخر، أنه شايفين كيف الهايفي طلع وبعدين يحصل له فريجمنتيشن. طبعا مثال لها الدرماتوفايتس مثال شهير، والكوكسي ديوديسيس إيميتس هذا واحد من الفطر، لكن الدرماتوفايتس هي الأشهر. الكونيديا اللي بعدها نسميها احنا سبورنجيوسبور. هنا ايش فرقت عن الكونيديا الاولى؟ هنا في ساك. ما معنى ساك؟ معنى ان السبورز كلها بتكون محاطة بساك وداخل ساك، ولذلك نسمي الساك ذا نسميه السبورنجيوم، والسبورز اللي داخله نسميها سبورنجيوسبور. الساك ذا لما يحصل له ربشر تطلع السبورز، كل سبورز، كل خلية من السبورز حتكون الفطر هذا من جديد. فلو طلعت 100 سبورز حتكون 100 فطر من جديد. ولذلك لا تنسوش قلنا ان السبور في الفطريات هو الاساس له هو التكاثر. اخر واحدة في السبور اللي هو البلاستوسبورز، بس البلاستوسبور هنا لليست. اليست دي هي عبارة عن، اتفقنا على انها يوني سيلولر، فلما تنمو تروح تعمل بض، سمول بض، فيكبر يكبر وينفصل، فهذا نسميه بلاستوسبور، او يسموه يسموه بالبادينج. هذه الصورة الاوضح، كمان شايفين كيف انه ذي خلية، اول خلية واحدة فبدأ البض يحصل له فورميشن وكبر كبر وانفصل، فذا نسميه بلاستوسبور. المحور الثالث في هذه المحاضرة اللي هو الكلاسيفيكيشن للفنجاي. الكلاسيفيكيشن للفنجاي في معنى مورفولوجيكال وفي معنى كلينيكال. المورفولوجيكال في معنى 3 أنواع، في فيلمنتس وفي ييست وفي دايمورفيك. ما معنى فيلمنتس؟ فيلمنتس يعني هايفي، وييست معناها خلية. دايمورفيك انه يجمع بين ان يكون فيلمنتس وبين يكون ييست. تعالوا نمسكهم واحد واحد. الفيلمنتس فنجاي هو المولز وهو الهايفي، ولما نقول مولد او نقول هايفي معناها مالتي سيلولر. هذه خلية زي ما قلت لكم بتنقسم يعني بتتمدد لكن في نفس الاطار، في نفس الاستراكشر، ولذلك نسميها مولد، نسميها هايفي، نسميها مالتي سيلولر. الفيلمنتس دي فنجاي اور الهايفي اور المالتي سيلولر دي عبارة عن نوعين. واحد قد يكون سبتيتد. ما معنى سبتيتد؟ انه بين كل خلية وخلية فاصل، كل خلية وخلية فاصل، اور نان سبتيتد اور اسبتيتد، دي معناها انه ما في اي فاصل بين الخلايا خالص. النقطة المهمة ان السبتيتد هايفي هي نقول عليها سبتيتد، لكن في بور صغير بين كل خلية وخلية يخلي السيتوبلازم يعدي من هذا البور الصغير. الأمثلة لها لقضية الفيلمنتس أو المولز أو الهايفي أو المالتي سيلولر هي سبيريجيلاس ديرماتوفايتس، هذه أمثلة لها. الفيلمنتس فنجاي اللي هو المولد زي ما قلنا لو ما يروحوا يتداخلوا وينموا فوق بعض نسميهم مايسيليوم. هذه مثال للمايسيليوم. الفيلمنتس مولد فيه نوعين او طبقتين، حاجه بنسميها فيجيتيتيف هايفي، وذي بتكون اندر سيرفيس لما ننميها على الاجار. ليش؟ ايش وظيفه الفيجيتيتيف هايفي؟ عشان هي اللي بتعمل ابزورب للنيوترينت.
لو ما تروح تعمل ابزورب دنيتريت حيبدا يحصل الاريال هايفي، ومن اسمه اريال بينمو الاريال، وبالتالي هو اللي بيعمل سبورت للريبرودكتيف ستراكشر. اذا هذا المورفولوجيكال الاول اللي هو فيلمنتس. المورفولوجيكال الثاني اللي هو اليست، واليست زي ما اتفقنا في السابق انه يوني سيلولر، وهي عباره عن يوني سيلولر تنقسم بالبادنج، فيروح بض يحصل له اللي هو قلنا عليه بلاستوسبور، وتنقسم بالبادنج وتطلع يست جديده. مثال لها كريبتوكوكس نيوفورمانز والكانديدا. اليست دي سم يست هاف الونجييتد بادنج، يعني بعض اليست، مش احنا قلنا انه يحصل عمليه سمول بض بالبلاستوسبورز ما عاد يكملش، يطلع مره ثانيه سمول بض، فكانه يتكون حاجه بنسميها شبيهه بالهايفي، ولذلك يقولوا على هايفي كاذبه، يسموها سيدو هايفي. ليست هايفي، هي خليه بس ما عاد انقسمش، ما عاد كملش البادنج بشكل كامل. كل ما جاء السمول بض حاوز ينفصل تكون سمول انذر سمول بض جديد. النقطه التي بعدها عاوزين نعرف نعمل كومبير بين المولد اند اليست. اول امر، ما هو الفرق بين المولد اند اليست؟ المولد فيلمنتس زي ما قلنا هايفي مالتي سيلولر، لكن اليست سنجل سيل وشكلها اوفال. المولد ريبليكيت باي سبور، واعتقد وضحناها بشكل تماما، السبور اساسا في الريبليكيشن بالنسبه للمولد، لكن بالنسبه لليست بتعمل الريبليكيت حقها بالبادنج. في المولد الجروث او الجرو باي الونجيشن اند برانشنج، مش قلنا خليه وخليه وتنمو ويحصل عمليه ما نسميه بالهايفي، ولذلك يسموها فيلمنتس. لكن بالنسبه لليست هنا الجرو باي السيدو هايفي. مثال لها البنسيليوم في المولد، الدرماتوفايت، الاسبرجيلاس، كل هذول مولد. اليست مثال لها الكانديدا. طيب هذا المحور الثاني، اذا اخذنا اثنين مورفولوجي، واحد اللي هو الفيلمنتس والثاني اللي هو اليست. الثالث اللي هو الدايمورفيك. ما معنى دايمورفيك؟ داي اثنين، يعني تو ديفرنت فورم. وهذه نقطه مهمه هنا، لنفس الفطر. مثلا الهيستوبلازما كابسوليتم هذه نفسها نفس الفطر، ممكن يظهر بشكلين. عندما تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية يظهر بشكل المولد، بشكل الهايفي، بشكل المالتي سيلولر. وعندما تكون درجة الحرارة مثلا في جسمنا 37 درجة مئوية يظهر بشكل اليست. إذا الفطر نفسه عنده القدرة على تحول بشكلين، نفس الفطر according temperature. فإذا كان 25 درجة مئوية حيكون على هيئة مولز، إذا كان 37 درجة مئوية حيكون على هيئة يست. طيب تعالوا الآن نشوف الكلينيكال كلاسيفيكيشن. في الكلينيكال كلاسيفيكيشن قبل ما أبدأ في مصطلح اللي بنسميه مايكوسيس، اللي هي معناه الديزيز كوزد باي افانجس، والمايكوسيس، مايكوسيس هو الجمع مايكوسيس، وكلاهما ساعات بيستخدموهم بنفس الاسلوب، لكن احنا لما نقول المايكوسيس يعني معناها انه الجمع، ومايكوسيس معناها الفنجس المفرد. فالكلاسيفيكيشن الكلينيكال كالاتي: في مايكوتيك انفكشنز اللي بنسميها المايكوسيس، ودي وهذا الاول، والامر الثاني بنسميه المايكوتوكسيكوزيس اللي هو الافلاتوكسين، والثالث اللي بنسميه الارجيك ديزوردرز اللي هو سبورز من الاسبريجيلاس. تعالوا نشوف الاول اللي هو المايكوتيك انفكشن اللي هو المايكوسيس. في سوبرفيشال مايكوسيس، وفي كوتينيوس مايكوسيس، وفي سبكوتينيوس مايكوسيس، وفي سيستميك مايكوسيس. ده بالنسبه للمايكوتيك انفكشن اللي هو المايكوسيس. طيب تعالوا نشوف يعني بسرعه اللي هو السوبرفيشال انفكشن اللي بيصيب الاستراتم كورنيوم، واشهر ديزيز هنتناوله ان شاء الله اللي هو البترياسيس فيرسيكولر اللي بيصيب الاستراتم كورنيوم، نقول عليه سوبرفيشال انفكشن. الثاني اللي هو كوتينيوس انفكشن، وده بيصيب السكن والنيل والهير، وده الدرماتوفايتس. اشهر هي الاساس الدرماتوفايتس انها بتعمل اصابه للسكن وللنيل وللهير. السب كوتينيوس انفكشن المثال الشهير له هو المايسيتوما. السيستميك انفكشن في معنى باثوجينيك، يعني في فطر هو باثوجينيك اساسا، زي الهيستوبلازما كابسوليتم ذا باثوجينيك. وفي معنى سيستميك انفكشن اوبورتونيستيك، زي النيموسيس جيرفيسي، زي الاسبرجيلا سبيشيس، دول كلهم اوبورتونيستيك.
الآن إحنا خلصنا اللي هو الميكوتيك انفكشن اللي سميناه مايكوسيس، اللي هو السوبرفيشال والكوتينيوس والسبكوتينيوس والسيستميك. تعالوا نشوف الثاني اللي هو المايكوتوكسيكوزيس اللي هو أفلاتوكسينز والألرجيك ديزوردرز اللي هو عن خلال سبور للإسبرجيلس. المايكوتوكسيكوزيس اللي بتطلع توكسين هي بتنمو على اللي هي خاصة الذرة، بتنمو عليها الفطر الاسبرجيلس وبيطلع توكسين. التوكسين ده اسمه أفلاتوكسينز، وبالتالي اللي بيطلعه اسمه اسبرجيلس فلافس، وبالتالي بيعمل ديزيز اللي هو الهيباتوسيلولار كارسينوما. من أكثر التوكسينز ده اللي بيعمل هيباتوسيلولار كارسينوما. النقطة الثانية في الألرجي، كل ما في الموضوع بالنسبة للألرجي إن الفانجل سبور بتروح بيستنشقها الإنسان وبتأكس از ألرجين، وبالتالي يحصل أتوبي، وبالتالي يحصل ألرجي. كنت معكم في هذه المحاضرة المقدمة حول الميديكال مايكولوجي. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.